كريم مشاهدينا ومتابعينا الكرام، الانطلاقات مستمرة، وفي هذه اللحظات أرحب بزميلي وليد العنزي القادم من المملكة العربية السعودية للمشاركة بصوته الجميل مع هذه الأحداث هنا في ميدان الأهباب. أتمنى له حسن المتابعة والتوفيق. شكرا زميلي سالم بالركاض. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. احييكم ايها المتابعون ايها المستمعون الافاضل من هنا عبر قناة الاثير فم، هنا مع هذه الانطلاقات المتميزة، الانطلاقات المستمرة هنا مع سن اللقاية، سن المتعة وسن الاثارة، سن الابداع هنا مع هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد، عراقة الماضي، طموح المستقبل، فخر للأجيال. انطلق على بركة الله الشوط الخامس هنا لسن اللقاية لفئة الأبكار المحليات. انطلق الشوط وانطلقت آمال المتابعين لنيل ناموس مشرف، مباشرة المركز الأول، الصدارة، أتابع حفلة علي بن سلطان بن علي الكتبي، من يقدم لنا حفلة في هذا الشوط. المركز الثاني، نتابع ثاني التحديات القادمة هنا الجنوبية، سعيد بن محمد بن فرج المهري هنا المرشحة لانتزاع هذا الشوط، هنا تتواجد على ثاني التحديات. نقلتنا إلى ثالث المراكز، أتابع هنا زاهية شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، عملية التضمير مطر بن محمد بالضبيعة الاكتبي، من يقدمون لنا زاهية بالأداء كبير بالأداء المتميز. المركز الرابع، انتقل بدوري لكي يتابع ثالث التحديات أو رابع التحديات، هنا حامل الرقم ثلاثة الواصلة هنا هملولة أحمد بن عتيق بن علي بن راشد الكتبي. يا سلام، المركز الخامس هنا وتابع ذخيرة علي بن راشد الكتبي، من يقدم لنا ذخيرة؟ الله الله، هكذا هي النتيجة للخمس المراكز المتقدمة. مباشرة أعود إلى الصدارة إلى المقدمة. يا سلام، حفلة حفلة حفلة، علي بن سلطان بن علي الكتبي هنا على الصدارة على المركز الأول، علي بن سلطان بن هلاوي على المركز الأول، من يقدم لنا حفلة؟ تحتفل في الصدارة، تحتفل في المقدمة. الله، الواصلة القادمة الجنوبية، سعيد بن محمد بن فرج، من يقدم لنا الجنوبية؟ قادم على ثاني التحديات، تشكل الخطورة الكبيرة الكبيرة. المركز الثالث، هنا زاهية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. الله، أسماء كبيرة، أسماء متواجدة في هذا الشوط. المركز الرابع أو المركز الثالث، هنا القادمة ذخيرة علي بن راشد الكتبي، من يقدم لنا ذخيرة؟ المركز الرابع، هنا انتقل وتابع لكي يتابع الواصلة جبارة محمد بن سالم بن محمد بن الضبيعة الكتبي. هالاسماء واصلة، حرك اللي تبي تحرك، روح مع
المقدمة يا سلام، الكيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن خط النهاية. بدأنا نبحر هنا في هذا الشوط، هنا في هذه المنافسة الكبيرة المقدمة مع حفلة، حفلة تحتفل إلى هذه اللحظات بالناموس المشرف للجنوبية. الجنوبية الجنوبية راحت على الصدارة، الجنوبية والله يا هنا ويا تلانية على الصدارة على المركز الأول. روح سعيد بن محمد بن فرج الماري على المركز الأول، من يقدم لنا الجنوبية؟ المركز الثاني هذه عصاتها بالبطال وتشكل الخطورة. هنالك حفلة على ثاني التحديات. الله الله الأمتار الأخيرة، الأمتار الكبيرة المثيرة. هذه الجنوبية على الصدارة، من يقدم لنا الجنوبية؟ سعيد بن محمد بن فرج المهري على الصدارة على المركز الأول، راح مع الجنوبية، روح على الصدارة. مرشحين مرشح سالم بالركاض، هذا ترشيحك يا بالركاض، ولخاب ترشيحه ولخاب ترشيحه. الستمية متر الاخيره لله يدرك، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. وادعتهم واعلنت حال الطواري، سمعت الجهاز وطارت مستديره تبهر الجمهور والركض انتحاري. واذكر الله ذكرتني بالجزيرة. الله يا راعي الجنوبية، يا راعي الجنوبية اشكرك اشكرك. الامتار الاخيرة تاري لو الناموس قد مرق. يا سعيد يا ابن محمد يا ابن فرجة على فوز الجنوبية بهذا الاداء الكبير والمستحق. تاري لو الناموس لحظة الوصول من الجنوبية معلنة الفوز والانتصار. المركز الثاني والتوقيت على ما يبدو يتحطم هنالك مع الجنوبية. المركز الثاني القادمة هنا شعر الشيخ سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثالث شعار بالضبيعة. المركز الرابع الهناوي. المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. المركز الثاني لسمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم. التوقيت الزمني 7:49. تهانينا والناموس على هذا الفوز الكبير والمستحق. تهانينا بهذا الأداء الكبير الذي قدمته الجنوبية. تهانينا والناموس لك سعيد.